السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة بإذن الله نشوف مهارات جديدة ونعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. في البداية وبداية الشوط الأول خلينا نقول هنعمل إيه النهاردة. النهاردة هنعمل مكرونة لطيفة جدا بالخضروات، أي خضروات موجودة. الميزة إن إحنا مش هنسلق بقى المكرونة، إحنا هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، كلها في طاسة واحدة أو حلة واحدة أو أيا كان، نشوف كده هتطلع معانا عاملة إزاي. خلينا نقول مقاديرنا وبعدين نبدأ نحكي عنها مع بعض وإحنا شغالين. بسم الله، عندي مكرونة سباكيتي. طبعا نوع المكرونة ده زي ما حضراتكم تفضلوا، أنا النهاردة عاملاها بالسباكيتي، حضراتكم تقدروا تعملوها بأي نوع تفضلوه. طيب عندي نص كوباية من الفلفل الرومي، نص كوباية من الطماطم، نص كوباية من الفلفل الألوان، وعندي كوسه مبشوره حطها في الزحمه كده عشان الولاد، وعندي بصله مفرومه وبقدونس، وطبعا كوبايه من عصير الطماطم، عندي ثوم مفروم، زيت زيتون، ملح وفلفل وميه. بصوا بقى التيست بتاع المكرونه دي بيتعمل في كتير جدا من الاوتيلات، يعني اي اوتيل بنروح، انتوا عارفين في اي اوبن بوفيه او اي مكان فيه بوفيهات بيبقى لازم في قسم او في يعني بارتيشن كده او جزء بيبقى معمول للايه باستات المكرونات والحاجات دي، بيبقى واقف كده شاف يعملهم. فالحقيقه التيست اللي بيعملوه ما بيحطوش فيه بصل كتير قد ما بيحطوا الثوم في المكرونه دي بصوص كده سريع. انا النهارده يعني حاولت اخد من الطعم بتاعهم الحلو اللي الاولاد بيحبوه مع شويه خضروات احنا نعملها. فخلينا نقول كده بسم الله. انا هنا بسخن ميه سخنه، خليني الاول احط كده في البان الاول. انا عايزه اخد تشويحه وهخليني اعملها بس كده، لان لازم اشوح البصل، مش هينفع احطه ني. بسم الله، هاخد كده معلقتين زيت زيتون، ممكن زيت نباتي اللي حضراتكم تفضلوه. هحط البان هنا على النار وهاخد اول حاجه البصل تشويحه بسيطه عشان ما ينفعش يبقى ني. بسم الله، لو حضراتكم عايزين تعملوها كلها ني في ني، يعني من غير ما تسووا حاجه خالص، ممكن تستخدموا البصل الاخضر في الحالة دي هيبقى جميل، أو الكرات كبديل هيبقى برضو جميل، إن هو من عائلة البصل الأخضر. قولولي لو معانا حد قولولي. هاخد رشة من الملح مع البصلاية كده، وطبعا رشة فلفل، بطعم بس البصلة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنشوح كده تشويحة حلوة. طبعا المكرونات من الوجبات اللي كتير من الولاد تبقى سريعة قوي لينا، لما نعوز نعمل وصفة يعني سريعة بتكون مكرونة كفتة جنبها بانيه، جنبها كفتة مثلا فراخ او ستريبس او فراخ مقرمشة. النهاردة احنا هنعمل تشيكن ستريبس بطريقة بسيطة جدا وزي ما بتتقدم في المطاعم، بس بمنكهات ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم وتنول اعجاب الولاد. نعملهم حاجات سريعة في البيت حلوة هتبسطوا بيها جدا جدا. والحقيقه هي من الوجبات السريعه المفيده المكرونه اللي بالخضار دي، ان شاء الله تعجبكم. خلينا ناخد اول تليفون معانا ام جزيف. ايوه يا شوف عظيمه، ازيك؟ صباح الفل عليك يا ام جزيف. صباح العسل عليك يا قلب، كل سنه وانت طيبه يا قلب. وانت بالف صحه وسلامه حبيبتي. تسلم ايديكي جميله. تسلمي تسلمي يا روح قلبي تسلمي. بصي بقى في سلام مخصوص بقى معايا حبيبتي ايلا يا روحي. مين عايزه اتكلمك قوي دي؟ هاني يا ايلا. كلميها يا ايلا. انا يا شيف عظيم. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا روح قلبي؟ ايوه. ايه الاسم الحلو ده؟ انا عايزه بحبك. وانا بحبك قوي يا روح قلب. يا روحي انا بحبك اكتر. اكلك جميل. اكلك جميل. تسلمي يا قلبي، واشكري انا، اشكري تيتا كتير. حبيبتي يا ايلا تسلمي لي يا ايلا، ميرسي ميرسي وميرسي، واسمك جميل قوي قوي بجد، اسمك حلو جدا، اول مره اسمع الاسم الحلو ده، يعني ايلا بالنسبه لي اسم جديد. طيب هنشوح كده، ربنا يبارك فيها يا رب. شوح وبعدين هحط الثوم. بسم الله، ثوم طبعا مفيد جدا وفي نفس الوقت برضو اطلع الطعم الني ده سنه. بص انا اديت تشويح حلوه كده. الناس اللي مش بتحب البصل ده يكون في الاكله واضح، حضراتكم حطوا مكانه بصل باودر وحطوا مكانه ثوم باودر. انا بس دايما بدور على الفايده، علشان احنا الولاد يعني من كتر الاكل السريع ما بقوش يعني يشوفوا الحاجات دي بقت بالنسبه لهم لا مش عايزين، ف بالتعود.
معانا ام اسلام. يا صباح الورد. يا صباح الهنا. مني انا. الو. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشاني والله. انت اكتر يا روح قلبي. طمنيني عليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي يا رب. الحمد لله الحمد لله. ايه الاخبار؟ طمنيني. اهو ادينا بنجهز وربنا ييسر الحال. يا رب على خير يا رب ويفرح قلبكم دايما. تعيش يا حبيبتي وربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا رب العالمين. امين. مالكيش اي طلب بقى؟ تسلمي لي يا ام اسلام بجد، شكرا وصباحك رضا من رب العالمين يا رب. بصوا بقى، انا حطيت الخضروات كده، وبعدين هاخد المكروني الحلوه دي. طبعا المكروني بصوا وانا لو غالبا بحطها سليمه، بس انا عايزه ايه، خليني اقسمها عشان تطلع على قد البان. هحط كده بسم الله. هي ممكن ما تتحطش يعني الا سليمه، بس انا عشان خاطر الطاسه تبقى مظبوطه على قدها. المهم يا ريت نستخدم الثوم الفريش بجد في الاكل بتاعنا، ولو حضراتكم عايزين تعملوه مجفف او تجيبوه مجفف اعملوه انتم من ثوم فريش احسن، لان هو اصلا من الناس اللي عندها بقى مشكله في الكوليسترول. على فكره هو بيخفض من نسبه الكوليسترول جدا. في ناس كتير بتاخده، يعني اصدقاء لينا فلسطينيين او كده، بيقلل فكره الجلطات جدا. طبعا هو قوي للمناعه ومهم جدا للمعده، الحوامل مفيد ليهم. وهو من الحاجات اللي يعني لما بيبقى فيه لا قدر الله اي حاجه، كانه بالظبط مضاد حيوي قوي جدا. بيقلل من مخاطر كمان تسمم الحمل. خليني اقلب بس الصوص ده كده. عصير طماطم، بصوا كده كده، بصوا بسم الله. هحط كده من الصوص. بصوا التوم ده انا فعلا بقول لحضراتكم مضاد حيوي طبيعي بجد جد، بس الناس اللي عندها قرحه ما تاخدوش على الريق. يعني الناس اللي بتعاني من قرحه في المعده استحاله تاخده على الريق، لانه هيتعب فم المعده جدا. لكن هو يتاكل، يتاخد بعض الفطار يعني على حسب طبعا حالتهم. تمام، بصوا كده حطيت العصير الطماطم، وحطيت المكرونه، وحطيت الخضروات كلها، وسبتها لان الخضروات انا عايزه استفيد منها فريش، عايزه يعني ايه ما اسويهاش قوي فاضيع بقى كل الفيتامينز اللي فيها. فانا يا دوب شوحت بس البصل والثوم، وزي ما قلت لحضراتكم لو عايزين بدائل ليها ثوم باودر او بصل باودر مفيش اي مشكله. حطيت الصوص بتاع العصير الطماطم هنا، وهسوي فيه المكرونه دلوقتي. عايزه اقول لكم هتطلع رائعه. طبعا هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. حلو، بصوا كده عايزه اقلب، وهحط طبعا ميه سخنه. انا دلوقتي مسخنه ميه من الكاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. هزود شويه ميه سخنه لازم اهو، وبعدين هنشوف الملح بقى مع بعض اهو. خلاص كله في نفس الايه المكان. وطبعا معايا حاجه كده زي شوكه، ده افضل علشان اقلب فيها الحاجات الجميله دي، وتبدا المكرونه. بصوا بقى والكوسه والحاجات، وهي الميزه كلها انها في نفس الايه الحله. طبعا بقى اللي عايز يحط مثلا عندكم قطع فراخ باقيه ماشي، انا بس قصدت بالخضار نوع من انواع التغيير، لان انا عامله جنبها ستريبس، ودي بتبقى حاجات لطيفه جدا الولاد بيحبوها. ولو حتى عندكم فراخ باقيه نقدر نضرب الفراخ دي ونعمل منها كور صغيره زي الكفته، وتتحشي فيها قطعه كده من الجبنه الموتزاريلا، وتعملوا لها كده بيض وبقسماط، او اللي هي رقائق الذره ينزل مكان البقسماط، بيحبوها قوي وياكلوها وتبقى سخنه وحاجه مفيده. استفدنا بحاجه باقيه عندنا. طبعا هسيب اخر شويه كوسه للاخر، والبقدونس حطيت منه جزء وهسيب الباقي للاخر. طبعا الملح والفلفل هنشوفه مع الوقت. انا مش حاطه اي توابل تايمه، انا حطيت زيت زيتون، وحطيت الفلفل الالوان والطماطم زي ما حضراتكم شايفين كده،
وحطينا كوسه مبشوره. اللي عندكم بقى كمان قرع، يا سلام، حبه صغيرين كده نص كوبايه، بيفيد جدا وبيدي طعم حلو. بس انا هفضل ان انا اعمله لحضراتكم مره تانية مكرونه بالقرع بس. خليني كده اشوف قطع من السيلفر، بصوا كده ممكن اغطيها شويه، انا عشان عايزه اقلبها كل شويه عشان ما تمسكش في بعضها، فانا ممكن اغطيها كده شويه عشان تبقى اسرع في التسويه بتاعتها. وقولوا لي معانا مين. ماشي انا معاكم، هغطيها بس شويه صغيرين، تبدا كده تاخد وتدي في السوا. وهنعمل النهارده من الوصفات الحلوه برضو اللي هي يعني اولادنا كتير قوي بيحبوها بياكلوها بره، غير الفرنش فرايز او البطاطس المقليه او اللي بناكلها بره. في كمان الويدجز، الويدجز دي حلوه قوي ونقدر نعملها في البيت، والميزه انها بتتشوي في الفرن فهي حاجه صحيه. اي حاجه حضراتكم حابين تستفيدوا منها بديل للمقلي اعملوه في الفرن، وصدقوني الطعم بيطلع رائع. اهم حاجه نسويها صح في الفرن. فالويدجز هنعملها النهارده مع بعض، وبرده خليني اسمحوا لي نقول المقادير بتاعت البطاطس الويدجز. عندي بطاطس متقطعه صوابع وهوري الشكل لحضراتكم دلوقتي. عندي زيت زيتون، وعندي بشر ليمون، وممكن ناخد مكانها الليمون ده بيبقى في منه باودر يعني بيتباع عند العطار. وفي كاري عندي، وبابريكا، كزبره جافه، توم باودر، وحطيت رشه من الزعتر، وطبعا ملح وفلفل. التوابل المحببه عند حضراتكم هي اللي تستخدموها في الوصفه دي، بس انا حطيت معظم التوابل اللي هي ايه اللطيفه في يعني كمجموعه توابل، تمام يعني طعمها حلو ومستصاغ كده. وهنبدا بقى ايه نبص بصه كده على المكرونه، بصوا، وبالشوكه، بص بدات لسه تترس قدامها شويه، انا هغطيها بس انا لازم كده عشان ما تلزقش في بعض. ومهم قوي الميه السخنه اللي حطيناها مع عصير الطماطم، عايزه اقول لكم هتبقى متسبكه وحلوه جدا، هتطلع رائعه، الريحه روعه. معانا مين؟ معانا منال. يا اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الفل على عيونك حبيبتي، اهلا وسهلا. ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها دي؟ بصراحه عايزه اشكرك برضو على الكفته بتاعت العدس بكفه. يا رب يخليكي، حضرتك جربتيها؟ جميله اقتصاديه، وعجبتني جدا ان هي كمان اقتصاديه ومش مكلفه وسريعه كمان معايا يا شيف عظيمه. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله كلك زي. انا دلوقتي عماله بجرب في كل حاجاتك فعلا، انت افدتينا شويه يعني كتير كمان شويه صغيره. الله يسعد قلبك. وعايزه اشكرك كمان انت وكل الفريق اللي عندك على المعلومات الجميله اللي انت قلتها لنا دلوقتي. تسلمي يا رب، كتر خيرك. يعني انا عارفه المعلومات دي، بس برضو ايه يعني انت بتصحصحينا برضو، وبرضو بتفكرينا يعني الثوم، البقدونس، الحاجات صحيح. اللي احنا برضو بننساها. صحيح حبيبتي، تسلمي لي، كلك ذوق والله، تسلمي لي حبيبه قلبي، دايما كده في تقدم يا شيف عظيمه والله. امين يا حبيبتي. طب مالكيش اي طلب بقى قولي لي. والله ليا طلب، نفسي يعني نفسي اعمل هو الصبيط المحشي اللي هو الصغير، مش عارفه اسمه صبيط ولا كاليماري. كاليماري، ومش عارفه ايه الفرق بينهم هما الاثنين. هو نوع من انواعه، بس ده كبير وده اصغر في الحجم، يعني الصغير بنقول عليه كاليماري. والكبير الصبيط. انا دوته مره في المحل بتاع سمك. أيوة. كانوا عاملينه محشي، كان تحفه بصراحه. هو بيبقى محشي، اقول لك على وصفه ليه جميله جدا. انت عايزه تحشي فيه جمبري وكده، ولا عايزه تحشي رز؟ انا عايزه احشي رز عادي. رز، ماشي، حاضر. من عينيا، عينيا الاثنين، عينيا ليكي يا فندم، نورتيني وشرفتيني، تسلميني. طيب انا طبعا خدوا هنا كده. انا بالنسبه لي هقول لك على وصفه جميله، بس هنخلص الويدج سوا وابدا اقولها لحضرتك من عندي والعندي. طيب برضو بوريكم هنا، نعملها لك كمان في حلقه عشان اصدقائنا لو حابين يجربوا. بصوا البطاطس اولا لازم اغسلها كويس، ولازم اخصص فرشه لغسيل الخضروات بعيدا تماما عن فرشه لغسيل اي حاجه تانية عندي في المطبخ، وتبقى دي خاصه بالخضار، ولازم اطهرها بالخل بعد ما اخلص وانتهي منها، وانفضها كويس واحطها في صفايه تنشف يعني. وطبعا كل فتره لو اذا كان متوفر غساله اطباق وحطيناها فيها من ضمن توصل لحراره، تمام، او في ميه سخنه بتغلي مع الخل عشان تتعقم دايما. خلاص
هغسل البطاطس وانزل من عليها كل الحاجات دي، وبيبقى في بطاطس كمان بتتباع كده صغيره اصغر شويه ممكن ننقيها احنا من عند الخضري، بس تبقى البطاطسايه حجم واحد عشان تدي لحضراتكم بصوا الشكل يبقى مظبوط جدا. هاخد كده التوابل دي كلها هعملهم ميكس عشان هي دي اللي هتطعم، ودي قشر الليمون ما تخافوش ما بيمررش، انا باخد الجزء الاصفر بس ما باخدش يعني الجزء اللي فيه الابيض عشان ما تمررش معايا. وهاخد هنا الكزبره، الكاري، رشه الزعتر دي جميله جدا، ورشه كده من الكزبره الجافه والكاري، طبعا توم باودر، عايزين تحطوا بصل باودر ماشي الاثنين، بس طبعا هي التوم بيبقى احلى معاها. هاخد كده رشه من الملح والفلفل بسيطه، ورشه من الملح عشان البطاطس شويه بيبقى ناقصها ملح. خليني اقلب بقى الايه الخليط ده الاول كده، وبعدين هنزله فين؟ على هنا على البطاطس. خلاص كده الاول. عايزين بقى تعملوا من الوصفه دي يعني من الحبه دول شويه كده وتشيلوا الباقي هتبقى رائعه. عايزين تجيبوها جاهزه، في وصفات بتبقى مثلا عند العطارين بتتباع بتبقى ايه هي كده يعني يقول لك ايه دي للبطاطس، توابل للبطاطس بمنكهات معينه. وادي رشه زيت الزيتون، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده مع بعض على الصاج، وخلوا بالكم البطاطس تدخل الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، ودايما نقلبها كل شويه. تمام، هوريكم شكل برضو، بصوا كده وتبقى كده على الظهر، يعني تاخد كده من التوابل بتاعتي ونيمها كده على الظهر زي ما حضراتكم شايفين، تبقى واقفه كده عشان تستوي كويس. وتاخد من التتبيله، حطيت التتبيله الاول الجافه عشان تطعم بيها البطاطس كويس، وبعدين الزيت يخليها تثبت بقى فوقها لما ايه اعمله. اهو شايفين ازاي، تقدروا تستخدموا التتبيلات الجاهزه من العطاره، وتقدروا تعملوه زي ما انا عملته. انا بصراحه بحب اعملها في البيت لان كل مره ممكن تبقى بنكهه مختلفه، يعني احط توابل مختلفه معاها فبتبقى الطعم مختلف شويه. اهي خلاص كده، يلا بينا بقى. استسمح حضراتكم، دخلها دلوقتي بقى الفرن. بسم الله بسم الله، اهو فرن سخن على الشبكه هنا في النص، وهسيبها هتاخد حوالي 25 دقيقة مثلا على حسب احنا مقطعين البطاطس دي قد ايه. بنقدمها كده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بتبقى رائعة طعمها حلو، ممكن تتعمل مع ساور كريم مع سلطة زبادي، الولاد ساعات بيحبوها، بس انا مش عايزة كل حاجة اقول لحضراتكم كاتشب ومايونيز والجو ده يعني ايه مش بيفيد قوي. خلينا نشوف تقليبة للمكروني قبل ما نطلع. بسم الله، بصوا كده بدأت تطرى، واهم حاجه ان انا افرفط كده. خلوا بالكم انا ما حطيتش زيت غير في الاول، فانا دلوقتي ممكن اضيف معلقه واحده من زيت الزيتون، حطيت بس وانا بشوح الايه البصله، وممكن احط معلقه صغيره كمان من زيت الزيتون اهو، ونقلب بقى وهسيبها تاني اغطي عليها تاني. شوفوا بدأت تتشرب ازاي، وما ينفعش اسويها بس في عصير طماطم، لازم يبقى معاها ميه سخنه. طيب هقفل بقى كده واسمحوا لنا، هنطلع دلوقتي لاستراحة بعد ما انتهى الشوط الأول، ونستعد بعد الاستراحة إن شاء الله لبداية الشوط الثاني مع حضراتكم، هنعمل فيه تشيكن ستريبس، في انتظاركم.